ماشين لساعه بس نخلص، هي تعطيها الماشين انها حرقت مثلا 400 كالوري 400 سعره حراريه، وانا الماشين تبعتي اعطتني اني حرقت 1000. ولو وصلت للجسم اللي عن جد واو هذا هو الجسم، راح تلاقي حالك بتطلع اني بدي. الناس اللي بيجي بيكون نحف وزن كتير بيضلوا من جوا متبرمج البرنامج القديم انه هو لساته بني ادم ناصح، فانت بدك. اهلا وسهلا فيكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة، يسعد صباحكم ومساءكم من وين عم مالكم بتتابعوني، من اي مكان ومن اي بلد وفي اي وقت. هلا موضوع اليوم راح احكي فيه عن مقارنة حالك بغيرك، كيف تفهم شو اللي بيصير بجسمك شو اللي بيصير مع الناس التانيين، سواء بالدايت سواء بالناس قديش عمالها بتحرق. مثلا لو انت عمالك بتتمرن عمالك بتحرق كميات معينة من السعرات الحرارية، بيجي واحد تاني بتمرن نفس تمرينك بس بلاقيه بيحرق أكتر منك، ليش؟ فهذا موضوع كتير كتير خطير. إذا انت عمالك بتتفرج على حدا، شايف حدا جسمه مثلا حلو، بعدين تطلع على حالك وانت بتحسنت اوريدي وجسمك تحسن، وراح تلاقي حالك انه انت لسه جسمك ما تحسن لهاي الدرجه وجسمك مش حلو. ليه عمالك بتحس بهذا الاشي وليش عمالك انت عايش بهاي المشاعر؟ فنبدا اول شيء، اول موضوع، انت جسمك شو الفرق عن الاجسام الثانيه؟ يعني مثلا عندنا واحد بيكون الميتابوليزم تبعه عالي، فإذا أنت الميتابوليزم عندك عالي وعمالك بتحرق دهون، سواء من إنه العيلة عندك كانت هيك أو إنه في عندكم أمراض وراثية أو 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 أو، فجسمك طريقة حرقه للدهون ممكن يتناسب مع تمارين معينة ما بتتناسب مع غيرك، وممكن أنت يتناسب معك أكل معين ما يتناسب مع غيرك. هذا أنا حكيت فيه وما راح أطول في هذا الموضوع. هلا النقطة المهمة اللي بدي احكي فيها، انه مثلا كان عندي صبية صرنا نطلع انا وياها على الدرج مع بعض، فهي كلاينت عندي، بس هي طولها متر و 55 تقريبا، كتكوتة صغيرة وانا طولي متر و 97، هي وزنها 50 كيلو وانا وزني 110. هلا لما نطلع على ماكينة الدرج هاي نعمل بنفس الوقت، نعمل بنفس يعني نفس السرعة ونفس الوقت ونفس التمرين ونخلص مثلا ساعة، اجي انا بعد بساعة احط طبعا وزني على الماكينة، بامكانك تحط وزنك عليها عشان تعطيك شوية دقة اكتر، فانا احط وزني وهي تحط وزنها ونشتغل على الماشين لساعة، بس نخلص هي تعطيها الماشين انها حرقت مثلا 400 كالوري 400 سعرة حرارية، وانا الماشين تبعتي عطتني اني حرقت 1000 كاملين، فهي تزعل، هي اجنبيه فبتضلها تقول لي اتس نوت فير انه هذا مش عدل، يعني كيف انت بتحرق 1000؟ وعن جد تزعل وتتضايق. فشرحت لها وقلت انه هذا الموضوع موجود عند ناس كثيره مش فاهمه، انه انا لانه جسمي، هلا انا مبدئيا جسمي لما احط على الماشين 110 كيلو انا حاطط ضعف وزنها، ف تكنيكلي انا ححط ضعف الايفورت عشان احرك كميه العضلات هاي او كميه الوزن هذا بالطول اللي انا فيه، راح احط ايفورت كتير اكتر عشان احرق عشان اطلع هاي الطاقه، هي لانه وزنها اصغر لانه حجمها اصغر ما راح تحط نفس يعني كحسابات، خلينا نقول ما راح تحسب لها الماشين حاسبه على هذا الوزن انه بيحتاج كميه مجهود اقل عشان يتحرك، بس هو مش مجهود اقل معناها هي بتعمل تمرين اقل مني، مجهود اقل للجسم، كميه الطاقه المبذوله من الجسم عشان تطلع عشان تحرك 50 كيلو مش نفس كميه الطاقه المبذوله من الجسم تطلع عشان تحرك 110 كيلو. فهاي نقطه كثير مهمه انتبهوا عليها، انه الواحد مش دائما الموضوع ارقام، مش دائما موضوع الوزن. وعلى موضوع الوزن كمان، انا بالنسبه لي وهذا بحكي لك كل اللي تمرنوا معي، ما يكون عندك الرقم على الميزان هو الأساس، الرقم اللي على الميزان هذا ممكن يطلع وينزل 2 كيلو 3 كيلو باليوم عادي،
ممكن باخر الاسبوع خبص لك وجبه يرد يطلع بعدين يرد ينزل بعدين يرد ينزل شوي بعدين يرد يطلع كثير عادي. فهذا مش مقياس. ونفس البنوتة هاي اللي بحكي لكم عنها لما نحفت كان وزنها 85 لما نزلت ضلت بدها تنزل قالت لي بدي اشوف رقم تحت الخمسين. انا حكيت لها هذا اول شيء مش هيلثي انه نوصل لهذا الرقم. طبعا اخذ الموضوع وقت مش انه موضوع ابو ثلاث شهور ويلا وست اسابيع وحدا حكي فاضي ما في منه. اشتغلت وقت طويل عشان تنحف هذا الوزن كامل. بس لما وصلت قالت بدي اشوف نزلت ل 48. 48 كان شكلها كتير سكيني ومش هيلثي. كان في هيك يعني لا هي كانت مبسوطه ولا انا طبعا كنت مبسوط. بس انا هذا الموضوع ما برجع لي انا بالنهايه بشتغل على الكلاينت هو شو بده شو هدفه مش شو هدفي انا. فرجعنا رفعنا الوزن لغاية 53 52 مع ماسل ماس. فالفكرة دائما خلي المقياس تبعك هو المراية. طلع على المراية وأواعيك اللي بتلبسهم. المراية هي اللي بتحدد لك إذا أنت وأنت لابس أواعيك أو أنت شالح أواعيك أو أنت مبسوط باللي شايفه معناها إحنا وصلنا اللي بدنا إياه. إذا أنت وزنك 40 كيلو بس مش مبسوط باللي شايفه معناها على الفاضي ما له داعي. يعني الرقم اللي هذا على الميزان ما بيفرق. في شباب كتير كمان مثلا عندي برضو شاب كان بده ينزل وزن بلشنا نزلنا وزن رفعنا مثل ماس وصلنا مرحلة أنا بحكي له كلطولك أنت مثلا وزن 95 أو 93 مع مثل ماس مع هذا رح يبين شكل كتير حلو رح يبين شكلك زي العادي هو طويل. هو بالنسبة له لا أنا بدي أنزل تحت التسعين. برضو نزل لتحت التسعين كان لقي حاله شوي بلش يبين سكيني. فردينا رفعنا الوزن ورفعنا مع المسل ماس. فالشكل ما أنا قلت له هل أنت مبسوط هيك؟ لا مش مبسوط بدي أرفع. لما رفعنا انبسط عجبه الشكل أكتر صار في سايز. فهو بالنسبة له الفكرة اللي بباله كانت عن الرقم كانت غلط. البنت برضو الفكرة اللي ببالها كانت عن الرقم كانت غلط. فانت هاي الفكرة ما تخلي ما تحط هذا الرقم وتعقد حالك فيه وانه ما وصلت له ما عمالي بوصله لساتني بعيد عنه فيعمل لك اكتئاب ويعمل لك احباط. الرقم هذا صدقني بحكي لك اياها من خبرة 22 سنة ما راح يقدم ولا راح يأخر. سواء الوزن كان وزنك اللي بدك توصله كان 90 ولا 80 ولا 50 كيلو ما رح يأثر إذا أنت شكلك على المراية مش مبسوط فيه. إذا أواعيك إذا أنت مثلا حتى وزنك نزل بس لسه أواعيك لسه خصرك مش عماله بصغر أنا أنت ما استفدت كثير يعني يعني لساتك مش واصل اللي بدك إياه. فالفكرة طلع على أواعيك هل أواعيك أنت مبسوط فيهم شكلك في الأواعي حلو رايح على البحر كشاب أو كبنت شكلك بالبكينة حلو مبسوطة فيه شكلك في الشورت السباحة حلو طالع لك أبس مش طالع لك أبس الشكل النهائي اللي انت شايفه وصلته على المراية عاجبك. وطبعا أحكي لكم كمان شغلة ولا بحياتك رح توصل للجسم المثالي ولا بحياتك رح توصل للجسم اللي انت بدك إياه ويعجبك وعن جد يكون واو. فعليا رح توصل لكل مرحلة وكل مرحلة هذا اللي بخلي الناس تضلها قاعدة بالجيم وتضلها تتمرن طول عمرها وتوصل لآخر حياتها وهي بتتمرن. لأنه إذا أنت وصلت لمرحلة وقلت خلص ما أنت حترد ترجع. بس فعليا سايكولوجيكلي كل ما توصل لمرحلة راح تلاقي حالك عمالك تطلع بتقول بس بدي البايسبس أصغر أكبر شوي لو خصري يصغر شوي لو الابس يبينوا احسن الفي لاين حلو وصلت الشريدنج ونشفت مظبوط لو ضخمنا الكتف وعرضناه بيطلع احلى الظهر بدي فيه شويه ثيكنس زياده الرجلين اذا كبرتهم يعني بس من هون بقى البطاط منهم شوي حتضلك في هاي دوامه وهي اشي كويس مش اشي باد يعني اتس فيري نايس لانه انت بتضلك تتطور وبتضل عمالك تطلع من جول لجول لجول من هدف لهدف لهدف عمالك تحط اهداف لقدام وبتوصلها بتلاقي حالك بدك هدف تاني. هلا الموضوع بيجي ناتشورال رح تلاقي حالك اذا انت لك زمان بتحضر الفيديو ولك زمان تمرن رح تلاقي انه هذا الموضوع صار عندك. فالموضوع بيجي ناتشورال معك
فما تفكر انه انت رح توصل لجسم معين وخلص انتهينا وتك للبوكس ويعطيني العافية. لا، بعطيك هي مرحلة بنحطها مايلستون بنخلصه بنروح على اللي بعده، مايلستون بنخلصه بنروح على اللي بعده. ولو وصلت للجسم اللي عن جد واو، هذا هو الجسم، راح تلاقي حالك تطلع اني بدي اعمل مهارة جديدة، مثلا بدي اتعلم هاندستاند، بدي اتعلم البول ابس، بدي اتعلم المسل ابس، بدي اتعلم اشي جديد، بدي اصير اسرع بالركض، بدي اصير اسرع بالسباحة. راح تلاقي حالك عمالك تطلع على اشي جديد يخليك تتطور، وهذا من مراحل التدرج والتطور، اشي كتير كتير مهم. الشغلة الثالثة انه انت لما تطلع على حالك انت مش شايف البروغرس تبعك كتير، حتشوف انك عمالك بتتطور، حتشوف انك عمالك بتوصل لشيء جديد ومبسوط فيه، بس زي ما حكيت لكم انه بيصير بدك اكتر. بس بتطلع على ناس بنظرتك انت بمنظورك للناس رح تضلك شايف هذا الشخص مثلا جسمه كتير حلو، وهاي البنت جسمها كتير حلو، طب ليش انا مش زيها، ليش انا مش زيه. عندي كلاين وانا وياه بنحكي مثلا، بتطلع على واحد في التمرين بقول لي على فكره هذا كثير جسمه حلو ما شاء الله، فانا بقول له بس انت جسمك احلى منه، وانا فعليا مش مجامله ما بكذب عليه، انا الكلاينت اللي عندي اللي مش عاجبني جسمه او اللي مش عماله بشد ومش واصلين للمرحله اللي بدنا اياها بحكي له اياها بوجهه عادي، انا صريح، بس بقول له انت بالعكس جسمك احلى منه، كتفك مثلا اكبر من كتفه، انت شكلك هذا ممكن هو عامل تان منشف شوي كذا، لا وين لا هو كتير جسمه احلى من جسمي. وهاي بتصير وبتصير دائما مع الكلاينتس، يعني انا بشوفها كتير مع الناس، فهذا الموضوع بتشوفه انت ليه، لانه انت مش ملاحظ البروغرس تبعك. عشان هيك دائما بننصح اول ما تبدا برحلتك او وين ما انت موجود هلا برحلتك بالفتنس، خد صور كل اسبوع كل اسبوعين، خد صور من قدام ومن جنب ومن ورا لرجليك وانت عم تتمرن، مش غلط، خليهم عندك، بعد بفتره بتطلع عليهم راح تلاقي في فرق، رح تلاقي في فرق. بتبطل بعدين تطلع تقول والله جسمي مش حلو، بتصير تطلع على وين بدي اروح، وين الاشي الجديد اللي بدي اتعلمه. فلما تطلع على هذا الشخص انه عماله بتطلع على حدا تاني بقول لك جسمه هيك، انا شخصيا برضو صارت معي وبتصير معي هلا، لانه انا زي ما حكيت لكم انا جاي من العقلية القديمة تبعتي انه انا كنت كتير سكيني وكنت كتير نحيف وصعب اني ابني مصل وصعب اني اوصل لمرحلة اللي هي الضخامة. وصلت مرحلة ضخامة حلوة، بس مرات كتير بطلع على حالي بالمراية مثلا، إذا كنت عمالي بنشف ونحفت شوي بطلع حالي أنا شايف حالي سكيني، فبروح مثلا إذا بحكي لحدا بقول له حاس حالي سكيني، لازم شو اللي سكيني، أنت حيط ومتحرك، شو اللي سكيني، أنت من أضخم الناس اللي قدامنا، بس أنا شايفها إني أنا سكيني، شايفها من جوا إني أنا سكيني. الناس اللي بيجي بيكون نحف وزن كتير بيضلوا من جوا متبرمج البرنامج القديم انه هو لساته بني ادم ناصح، فانت بدك تغير البرنامج القديم هذا، بدك تستوعب انه انت بطلت وانه انت صرت بني ادم جديد وانت هذا جسمك كله تغير. ممكن تلاقوا الموضوع بسيط بس الموضوع جدا عميق، وفي ناس يعني انا بحكي لانه في ناس بتفكر بهاي الطريقة وفي ناس بتحس بهاي الاحاسيس وانا شايفهم وانا كنت منهم، فبحكي لكم انه ما تخلي هذا الموضوع يعمل لك اي احباط، ما يعمل لك اي نوع من انواع انه لا انا ما تغيرت وانا لساتني هداك البني ادم. ممكن هذا الشخص لساته موجود جواتك يعني خلينا نقول بالباك جراوند، بس انت ممكن تتخلى عنه وتفصل عنه شوي شوي بطريقة. يعطيكم العافية، شكرا للمتابعة، شوفكم بالفيديو الجاي. We'll be right back.